السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم باللقاء 38 لبرنامج احذر الفساد الإعلامي. انتهى بنا اللقاء السابق بسؤال طرحه أحد الحضور فأرجو أن يعيده. ست، أنت قلتي بأن الأعداء اللي بداخل أنفسنا هما الهوى والشهوات والشياطين، ولكن أنا لما أفكر يخطر في ذهني أفكار عديدة، فشلون أميز بينهن؟ أي شلون أعرف أن هذه الأفكار هي من أفكار أحد الأعداء أو هي من أفكار العقل؟ نقدر نعرف حينما نعرض هذه الأفكار اللي بذهنك على الشرع الإسلامي، فإذا وافقه فهو من العقل، وإذا خالفه فهو من أحد الأعداء. وإذا ما قدرت تتميز فأسأل المتخصصين في الشريعة الذين على نهج محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم أجمعين، ورح يخبروك بالحكم ورح تعرف الحقيقة. هسا عرفت أميز عدوي اللي بداخلي، لكن شلون أعرف أن من البشر منهم عدو لي أو صديق؟ التشخيص سهل، فكل من تراه متجاهرا بالمعصية فهو لنا عدو، كالذي يسمع الأغاني جهرة أمام الناس، وكالمخنث والشاذين جنسيا، كمن يحمل علم قوس قزح بدون خجل قاتلهم الله، بينما كل من شجعك على طاعة الله فهو صديق وولي. ولكن هل يعني أن الغير متجاهر بالمعصية بل يخفيها ليس بعدو؟ بالحقيقة أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فالإنسان الجاهل بالمعصية أو غير المتعمد أو من غلبته شهوته وانحرفه لا نستطيع أن نطلق عليه لفظ العدو، وإلا لصار كل الناس أعداء عدا المعصومين. نعم، هؤلاء عاصون ووجب أن يتوبوا إلى الله تعالى. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ووجب علينا أن لا نطيعهم في أي معصية أبدا، ولكن اللي يتجاهر بالمعصية فهو رغم علمه بالمعصية أو بأنها رذيلة مخالفة للفطرة فهو مصر على ارتكابها، وبلغت بدرجة الوقاحة أن يعلنها كالذي يشهر سيفه ويريد يحارب رب العالمين أمام الناس، فهذا حقيقة يستحق أن يطلق عليه لفظ العدو. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام كما ذكرنا سابقا: من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. ومعلوم لكوني مواليا لأهل البيت عليهم السلام، فعدوهم عدوي ووليهم ولي بالتأكيد. ولكن مرات يكون بعض من يتجاهر بالمعصية ويشجع عليها هم أحد أفراد عائلتي أو صديقي، فهذا شلون أتعامل وياه؟ وظيفتنا تستلزم من عندنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا حاولنا ونصحنا أكثر من مرة وما انتصحوا فهذا النوع يجب أن نبتعد عنه بأن نهجره حتى نتخلص من شره ونرتاح منه كأن يكون صديق، يعني من أصدقاء السوء. وما أقصد بالهجر بأن ننادي، لا أبدا، بل اعتبر زميل علاقتنا تكون وياه سطحية. سلام عليكم السلام. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره. ولكن البعض الآخر من الأعداء لا يلزم أن تهجره، بل يلزمك أن أخذ الحذر منه كأن يكون أحد أفراد عائلتك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لذا حاول أن تنصحه مرارا وتكرارا ولو بتوسيط من له تأثير عليه، وتدعو له بالتوفيق، ونتوسل بأهل بيت النبوة بأن يأخذوا بيده، فأنت إذا فعلت ذلك فاهتدى فبها ونعمت، وإلا خذ الحذر منا واستمر في الدعاء له بالهداية، وأن استمر على ذلك سنين. ولكن احذر أن تضعف يوما وتطيعه في معصية الله، لأن طاعتهم تعني أنك صرت عدوا مثله. ولكن إذا كانت طاعة المنحرفين تعني عباداتهم، ألا يعني ذلك إن طاعتنا للمعصومين عبادة لهم؟ وهل الله تعالى نهانا عن طاعة محمد وآل محمد عليهم السلام؟ لا، بل أمرنا بطاعتهم. وهل المعصومون أمرونا بطاعة الله أم معصية الله؟ أمرنا بطاعة الله طبعا. لذا لا وجه للمقارنة، فإن طاعتنا لله تتمثل بطاعة المعصومين عليهم السلام، وإلا كيف لي أن أعرف تعاليم الدين وتعاليم الله تعالى وأوامره؟ أليس عن طريق بعثة الرسل والأنبياء والأئمة الأطهار عليهم السلام؟ لذا في النصوص الشرعية عشرات النصوص اللي تثبت ذلك، اللي بلغت حد التواتر، فهم يقينا لا يصدر منهم إلا الخير والصلاح لديننا ودنيانا وآخرتنا، فهم معصومون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم أهل البيت عليهم السلام. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني في يوم القيامة. ولكي نتعرف على تلك التعاليم الموجودة عند المعصومين، أمرنا الله أيضا بطاعة رواة حديث الأمة وهم مراجع الدين، لوجود نصوص شرعية بشرط أن تتوفر فيهم جملة من الشروط وأهمها العدالة. وأمرنا الله بطاعة الوالدين، ولكن طاعة مقيدة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا النوع من الطاعة ليس عبادة لهم، لأننا مأمورون بطاعتهم بأمر من الله، ولأنه لا يصدر من المعصوم الخطأ أبدا، لذا طاعتنا لهم هي طاعة لله تعالى، وهي عبادة لله تعالى لا لهم. بينما لو أطعت من حرم الله علينا طاعتهم الذين يأمرون بمعصية الله، فهنا الأمر يختلف، وسيعتبر ذلك العمل درجة من درجات الشرك بالله. لذا احذروا من تقليد وطاعة المغنين والفسقة والمنحرفين. ولكن هناك أمر مهم لازم أن تعرفوه، وهو أن العبادة لها درجات، وفي قبالها أن الشرك إلى درجات. فهذه الدرجة التي ذكرناها من طاعة الأعداء والمنحرفين تعتبر شرك، ولكن لا نقصد به الشرك بالمعنى الفقهي اللي يستلزم منه خروج المسلم من الإسلام، بل يبقى مسلما ما دام لم يكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر، ولم ينكر ضرورة من ضروريات الإسلام، كأن لا ينكر الصلاة والصيام والزكاة، وهذا مبحث يحتاج إلى تفصيل ما نريد نخوض فيه. ولكن باختصار، إن طاعتنا للمنحرفين وبالأخص إذا حثونا على الانحراف تعني إن عبادتنا لله ليست خالصة، لأن لزم أن تنحصر طاعتنا بالله تعالى وبمن أمرنا أن نطيعهم فقط وفقط. أفهم من كلامك أن تكليفنا أن نكون دائما مطيعين لله تعالى، نقوم بالواجبات ونترك المحرمات. ولكن سأكون صريحا معك، فأنا لا أصبر عن المعصية، فأنا في بعض الأحيان أستجيب لرغبة شهواتي وأن كانت حرام، أو أتبع وأقلد بعض المنحرفين. كلامكم ذكرني برجل قد جاء الإمام الحسين عليه السلام وقال: أنا رجل عاصي لا أصبر عن المعصية، فعظني بموعظة. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: افعل 5 أشياء واذنب ما شئت. فأول ذلك: لا تأكل رزق الله واذنب ما شئت. والثانية: أخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. والثالث: أطلب موضعا لا يراك فيه واذنب ما شئت. والرابع: إذا جاءك ملك الموت يقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. والخامس: إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل في النار واذنب ما شئت. بالتأكيد لا أستطيع أن أفعل أي واحدة منها، ولذا لزم علي وعلى الآخرين أن نكون عبيدا لله ونطيعه. ولكن لماذا أراك حزينا؟ لأننا عبيد لله. أسألك سؤال: هل عرفت ربك؟ أنتظرتكم إن شاء الله في اللقاء القادم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله وحفظه.